خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يستعرضان الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة. أمير منطقة حائل يدشن اليوم أطول شبكة سكك حديد في العالم وبقيمة 10 مليارات ريال. والمملكة تتجه إلى فتح المجال لشركات الاستقدام الأجنبية للعمل في السوق المحلية. أهلا بكم مشاهدينا في أموال ومسارات. وفي البداية نلقي نظرة على أداء السوق السعودي في هذه اللحظات. كان في بداية الافتتاح في المنطقة الخضراء إذن ارتفاعات ب 46% عند أو ب 46 نقطة مئوية عند 6809 نقاط. إذن الدعم من أغلب المصارف نلاحظ على ارتفاع، بعكس جلسة الأمس كانت معظمها على تراجع، فقط 3 مصارف سجلت الارتفاعات في، ومن ضمنها كان الراجحي يحافظ على ارتفاعاته في نهاية تداولات الأمس. لا تزال بالنسبة لقطاع الاتصالات هناك تراجعات على سهم STC ما يضغط على هذا القطاع في بداية جلسة اليوم. في المقابل بالنسبة للرياض ريت أيضا وجميع الشركات العقارية المتداولة من ضمنها الرياض ريت ومشاركة تراجعات أيضا تقريبا ب 17%. كذلك إدارة التطوير العقاري لا يزال إعمار على تراجعات ب 19%. كذلك جبل عمر يسجل تراجعات أيضا منذ تقريبا أو ثالث جلسة على التوالي ويضغط على القطاع العقاري. وهذا بالنسبة لأداء المؤشر. أبرز أخبار اليوم: مددت شركة لازوردي المجوهرات الفترة الزمنية لمذكرة التفاهم الحصرية الموقعة مع شركة تمكين، وذلك الاستحواذ على حصة تعادل 100% من حصص رأس مال شركة ازدياد العربية التجارية حتى نهاية شهر فبراير 2018. وأوضحت الشركة في بيان لها على أن التمديد يأتي بغرض الانتهاء من إجراء الدراسة النافية للجهالة من الناحية القانونية والمالية والتجارية. بالنسبة لسهم لازوردي منذ بداية الجلسة يسجل ارتفاعات تقريبا تصل إلى 15% إلى الآن، وعند سعر 16.70 ريال للسهم. بالنسبة لشركة ميد جولف أيضا تسلمت شركة ميد جولف خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن الموافقة النهائية على بيع منتج تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية للأفراد. بالنسبة لسهم ميد جولف أيضا يسجل ارتفاعات منذ بداية الجلسة ب 3.16% يتداول السهم عند 29.80 ريال للسهم. نلقي نظرة الآن مشاهدينا على بعض القطاعات في السوق السعودي ونبدأ بقطاع المواد الأساسية. سابق إذا تعود للارتفاعات قليلا، كانت تقريبا عند 99 ريال في بداية الجلسة، ارتفاعات ب 14% عند 99.50 ريال للسهم. سبكيم العالمية أيضا تسجل ارتفاعات ب 18% تقريبا، المتقدمة تعود للارتفاعات، والمجموعة السعودية كذلك ارتفاعات ب 1%. بتروكيم أيضا ارتفاعات ب 15%. أسمنت المدينة تسجل ارتفاعات ب 16% عند 9.87 ريال للسهم. نلاحظ القطاع المواد الأساسية منذ بداية الجلسة حتى أغلب شركات الإسمنت في المنطقة الخضراء كذلك، ولكن اللوجين لا تزال على تراجع ب 1.14% عند 17.28 ريال للسهم. نلقي نظرة على قطاع البنوك. نبدأ بمصرف الراجحي يحافظ على ارتفاعاته ب 16% عند 63.10 ريال للسهم. السعودي البريطاني لا يزال دون التداول ب 26.35 ريال للسهم. البنك الأهلي متراجع ويحافظ على المنطقة الحمراء منذ بداية جلسة الأمس، وكان الأكثر ضغطا على قطاع المصارف ب 16%. نلاحظ أيضا 1% تقريبا بالنسبة للبنك الأهلي عند 51 ريال للسهم. أيضا بالنسبة للسعودي الفرنسي تراجعات، البنك الأول لا يزال دون التداول والسعودي للاستثمار. نلقي نظرة على قطاع الاتصالات. كانت STC في بداية الجلسة تسجل تراجعات وأبقت دون التداول لفترة منذ أو لأول مرة. نلاحظ ارتفاعات ب 16% عند 69.20 ريال للسهم. اتحاد عذيب يسجل أيضا ارتفاعات بعد تراجعاته في جلسة الأمس ب 20%، واتحاد اتصالات كذلك ارتفاعات ب 20%. بالنسبة لزين أيضا تسجل ارتفاعات ب 1%.
نلقي نظرة مشاهدينا الآن على الشركات الأكثر ارتفاعا. نادك لا تزال تتصدر القائمة ب4.4%، كذلك الأبحاث والتسويق منذ جلسة الأمس تحافظ على صدارتها بالأكثر ارتفاعا كذلك ب4%. ميد جولف للتأمين متأثرة بخبر اليوم، اللوجين تعود للارتفاعات ب3.18%، ومكة الإنشاء والتعمير أيضا تسجل ارتفاعات ب3.18% تقريبا. نلقي نظرة على الشركات الأكثر تراجعا في أول نصف ساعة من التداولات، التموين تتصدر القائمة ب1.15%، إكس التعاونية كذلك يليها الفخارية ب1% على تراجع، البنك الأهلي أيضا يتصدر الأكثر تراجعا وبي سي آي كذلك تراجعات ب18%. مشاهدينا ننتقل الآن إلى فاصل قصير نستعرض فيه أسعار المولات والمعادن وبعدها نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، والحديث أكثر عن افتتاح السوق السعودي اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي عبد الله الجبلي. أهلا بك. أهلا وسهلا بك، أصبح عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. في البداية أستاذ عبد الله، يعني السوق يفتتح تداولاته على ارتفاع بعد الانخفاضات أيضا التي شهدها خلال اليومين الماضية، وأيضا كسر مستويات 7,000 و6,800 نقطة، اليوم يعود إلى هذه المستويات تقريبا، ولكن كيف ترى أداء السوق في بداية جلسة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما حدث هو استمرار لل 12 جلسة الماضية، يعني في هناك خلينا نقول نوع من الصراع بالقرب من منطقة دعم مهم جدا، يبدو أن في هناك استغلال من الصناديق خاصة الصناديق الحكومية للأسعار الحالية. يعني حسب نتائج الربع الثالث كثير من الشركات خاصة القيادية وذوات العوائد تعتبر رخيصة ماليا ومجدي الاستثمار فيها، ولذلك رأينا في هناك ارتفاع في مشتريات الصناديق خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله. ربما نشهد يعني استمرار لهذا السيناريو، لكن من الناحية الفنية لا يمكن الجزم بإيجابية السوق حتى اخترق مستوى 7,030 نقطة. اخترق هذا المستوى يعني يؤكد المسار الإيجابي للسوق، وأن بالفعل نحن متجهين إلى مستوى 7,200 نقطة. مستوى 6,800 و6,700 يعني هذه المنطقة منطقة دعم تاريخية ومهم جدا أن السوق ما يكسرها، لأنه لو تم كسرها أنا أعتقد أن السوق سوف يدخل في مسار هابط واضح سوف يؤثر بشكل كبير جدا على الشركات خاصة الشركات القيادية. نعم، هل تتوقع يعني تفاعل إيجابي من المؤشر مع تحسن في أداء الميزانية؟ والله يعني الميزانية أصبحت يعني على مرمى حجر يعني قريبة جدا، ولذلك يعني ما صدر من تصريحات معالي وزير المالية في اجتماع جامعة البترول قبل يومين كان مؤشر إيجابي. يعني هنا صحيح هناك عجز، ولكن العجز في المرحلة الحالية يعني ارتفاع الإنفاق الحكومي الداخلي، وهذا يعني مؤشر جيد خاصة للقطاع الخاص ومنها الشركات المدرجة في سوق الأسهم. ربما يكون في هناك يعني تفاعل إيجابي إذا ما صدرت الأرقام بشكل رسمي، يعني نحتاج إلى تقريبا 3 أسابيع حتى تصدر الأرقام بشكل رسمي، لكن قبل ذلك نتوقع أن سوف يكون في هناك
إشارة من السوق على إيجابية الموازنة العامة للدولة، وذلك باختراق 7030 نقطة كما أسلم. نعم، بالنسبة لمستويات السيولة برأيك ما سبب في تراجع مستويات السيولة في هذه الفترة، يعني خاصة أنه جلسة الأمس تقريبا كانت عند 2,200,000,000 ريال، ما هي أبرز العوامل المحفزة أيضا على رفع مستويات السيولة؟ والله زي ما قلت لك الآن احنا تقريبا نقف على منطقة دعم مهمة وتاريخية. انخفاض السيولة عند مستويات الدعم أنا أراه أمر إيجابي، لأنه لو ارتفعت مستويات السيولة، يعني لو شهدنا مثلا 5 مليار خلال هذه الأيام، ربما سوف نشهد كسر، وكسر مهم لدعم رئيسي للسوق. انخفاض مستويات السيولة بالقرب من الدعم عادة تعني أنه ليس هناك رغبة بالبيع، وأن المتداولين والمستثمرين يشعرون بعدالة الأسعار الحالية، لا يريدون البيع حاليا. هذا يعني مؤشر إيجابي. لو شهدنا عودة إلى ما فوق 7,030 وشهدنا ارتفاع في السيولة إلى ما فوق مثلا 3.5-4 مليار، ربما يؤكد هذه النظرية التي ذكرتها الآن. نعم، أخيرا أستاذ عبد الله، ما هي توقعاتك لأداء المؤشر في نهاية تداولات هذا الأسبوع، وأيضا ما هي العوامل التي تؤثر على أدائه؟ والله نتأمل إن شاء الله أن السوق يغلق فوق 6,900 نقطة بنهاية جلسة الغد بحول الله. أنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله أن يكون في هناك أخبار مبشرة من الشركات، وممكن يكون في أخبار إيجابية حتى على الصعيد السياسي، ربما يعني تبعث برسالة إيجابية للمتداولين، وسوف هذا يساهم إن شاء الله في ارتفاع السوق وعودة السيولة يعني أفضل بقليل مما كان خلال جلسة الأمس وقبل أمس. المحلل المالي عبد الله الجبلي، شكرا جزيلا لك. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وجهود البلدين لتعزيزه وتطويره. تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة 57 للعام 1437-1438 الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير. جاء ذلك خلال استقباله أيده الله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، يرافقه عدد من مسؤولي ديوان المراقبة العامة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة على جهودهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأشاد المجلس بالتقدم الملحوظ في أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438-1439، وما كشفته أرقام التقرير الربعي عن مزيد من التحسن بإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام، وأيضا تراجع العجز مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وفي أولويات الإنفاق الحكومي، مما يعكس التقدم المحرز أو المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030 وأهدافها. كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي 57 لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1437-1438 من نتائج أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء وما حققه في مجال اختصاصاته من برامج متخصصة وتوسيع خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على الأداء، إضافة إلى تفعيل مشاركات الديوان مع المنظمات الدولية وتحقيق الريادة في قيادة برامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وانتهى إلى ما يلي: الموافقة على تنظيم المركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية، والموافقة على تنظيم مكتب الإدارة الاستراتيجية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية للمحافظة العلا، والموافقة على تنظيم صندوق التنمية الوطني، وعلى عدد من الترتيبات في هذا الشأن.
دشن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز اليوم محطة قطار سار للركاب في مدينة حائل، وبحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار الدكتور نبيل العمودي. ويعد قطار الشمال أطول خط شبكة حديدية بالعالم لنقل البضائع والركاب والمعادن لخدمة أكثر من 1,000,000 نسمة في منطقة حائل، وعلى مسافة تبلغ 2,750 كيلومترا وبتكلفة مالية وصلت إلى 10 مليارات ريال. وستكتمل مراحل مشروع قطار الشمال بتشغيل محطتي الجوف والقريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة اللتين سينتهي منهما خلال عام 2018. وفقا لتقرير ربعي الصادر عن وزارة المالية لأداء الميزانية، قفزت الإيرادات الضريبية بالمملكة إلى 20,360,000,000 ريال خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2016، حيث بلغت آنذاك 15,580,000,000 ريال. وكشف التقرير أن زيادة الإيرادات الضريبية بالربع الثالث من عام 2017 جاء بسبب ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات، منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة بنسبة 100%، علما أن المملكة طبقت الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية مطلع شهر يونيو الماضي. رأس وفد المملكة خلال اجتماعات الدورة 33 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكوميسك والمنعقدة في مدينة إسطنبول في تركيا خلال الفترة من 20 إلى 23 من نوفمبر، ووزير التجارة والاستثمار دكتور ماجد القصبي يهدف الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية للدول الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي، ومن أهمها تحسين ممرات النقل العابرة للحدود الوطنية بين الدول الأعضاء ويبحث المستجدات الاقتصادية العالمية وتعزيز حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي وتنمية قطاع النقل والسياحة، كما يهتم بزيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار إلى فتح المجال للمستثمرين وشركات الاستخدام الأجنبية للعمل في السوق المحلية، وأوضحت أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على قطاع الاستخدام بشكل عام من حيث خلق فرص للمنافسة وبالتالي خفض أسعار الاستخدام وإتاحة أكثر من بديل أمام المواطنين الراغبين في استخدام العمالة. يشار إلى أن نشاط خدمات التقديم والتخديم في العاملين بما فيها مكاتب الاستخدام والتوظيف الأهلية كان من ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة. قال نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر أن برنامج سابر الإلكتروني الذي ستطلقه الهيئة مطلع العام المقبل سيسهم في الحد من المنتجات المغشوشة وغير الجيدة بنسبة تصل إلى 80%. وأوضح أن برنامج سابر يمكن المستهلك من خلاله نظام إلكتروني من قراءة الباركود للمنتجات العالية الخطورة والمتوسطة، ما يساعد على تتبعها في السوق. استعرض مؤتمر أمن المعلومات فيرتشبورت السنوي لأمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسخته الثانية، وبحضور كبار الشركات والجهات العالمية المتخصصة في أمن وتقنية المعلومات، حيث سيكون 50 مليار جهاز سيدعم إنترنت الأشياء وبحلول 2020. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. هاكاثون هو تحدي من نوع آخر، مسابقة يشارك بها أكثر من 62 طالبا وطالبة من 12 جامعة سعودية، يشكلون 7 فرق تتنافس على اختراق جدار حماية لمعرفة الفريق الأقوى الذي سيتمكن من عمل هذا الاختراق ليكون هو الفائز. هذه المسابقة تأتي على هامش مؤتمر أمن المعلومات السبراني، والذي يحضره 400 متخصص من دول عالمية. الهاكاثون اللي يرافق المؤتمر اليوم ركز على الجانب الأهم في موضوع الأمن السبراني اللي هو الجانب البشري،
فمهم بالنسبة لنا أنه يكون في يعني منصة اللي يتم من خلالها اكتشاف المواهب من الشباب والشابات اللي فعلا ممكن يعتمد عليهم في المستقبل القريب بإذن الله، أنهم يكونوا أساس صناعة الأمن السبراني للبلد. مئات المتحدثين وورش العمل تتحدث هنا عن إنترنت الأشياء، والذي من المتوقع أن تدعمه 50 مليار جهاز ذكي بحلول 2020، والتي بدورها ستوفر 7 تريليون دولار. فما أهمية أمن المعلومات للمشاركين هنا؟ عندنا حقيقة كامبين كبيرة وحملة كبيرة على مستوى أمن المعلومات، لأن جزء من أمن المعلومات ليس أولي أنظمة وشبكات وله بس ناس، حقيقة هو يحتاج توعية، والتوعية في أمن المعلومات تجي من حتى المواطن أو الشخص العادي، لازم يكون عنده مستوى معين من المعرفة في أمن المعلومات. العديد من الشركات العالمية العاملة في السوق المحلية حضرت لهذا المؤتمر، وقدمت العديد من أوراق العمل تتحدث من خلالها عن أمن المعلومات وأهمية ضرورة التصدي للهجمات. لا شك أن السعودية مستهدفة في ومن أكثر الدول العالم مستهدفة في الهجمات الإلكترونية، ولا شك أيضا أن الأنظمة لدينا من فضل الله من أفضل الدول المتقدمة بالعالم، تقدم أنظمة تقنية وأمن المعلومات مهم لكل أغلب الجهات الحكومية لدينا ولديهم الحس الأمني. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي لحماية المعلومات إلى 117 مليار دولار بحلول 2019. منصور الأمير، الإخبارية، الرياض. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الفترة من أموال ومسارات، ألقاكم في 12:30. إلى اللقاء.